الراديو 90-90 هواها مصري. دن في شارع المغربلين محل يكاد يكون عتبة ونص متر بالظبط، بيحط أدواته البسيطة، خيط متين ومكنة وأحذية قديمة، لأن الراجل شغلته يصلح الأحذية. هنا أكل عيشه وبيته وعتبته والعالم الخاص بتاعه كله. هنا بيعيش 12-13 ساعة في اليوم، الحذاء اللي في ايده بيدور حوالين مكنة الخياطة عشان يغير نعل، تعب من المشاوير. هنا صبره وحمده ورضاه، ده القسطى ابراهيم. دي حكاية القسطى ابراهيم، عرفوه بالحب كل اهل حتته، مبتسم دايما رغم ان في رقبته 4 بنات، 2 بناته و2 بنات اخوه اللي توفى وسابهم له امانة في رقبته. القسطى ابراهيم والعتبة والمكنة والخيط والإبرة، رغم أن رزقهم قليل لكن صابر، صابر قوي. يا مرحب بالقسطى إبراهيم، فيرد دايما التحية قدها ب100 مرة، ويعزم بقلب على شاي، على شقة فول، على حاجة ساقعة. القسطى إبراهيم تقلب الدنيا عليه المواجع، يسهر آخر الليل يشرب 1 شاي سكر تقيل ويلعب دورين طاولة ويقول يا رب. الأيام علمته الصبر واديته الخبرة انه يكمل مشوار حياته ورحلته. مكتوب والمكتوب مكتوب، نعافر نجري نسعى، لكن في القلب لازم دايما يفضل رضا، وفي الروح مخبأ سري من كل الازمات. الدنيا ايه؟ الدنيا حزن وفرح، لا ده بيدوم ولا ده بيفضل. ولسه حكاية القسطى ابراهيم ما خلصتش، وفي رحلة الحياة خليك دايما نفسك، خليك زي كل بحار شاطر بيحسب خطوته مهما كان البحر عالي والموج شديد والنوة صعبة. في الرحلة خلي معاك دايما دفتر أو ذاكرة كويسة تسجل فيها أيامك الحلوة وأيامك المرة، عشان تعرف إن مفيش حلو بيدوم ولا حزن بيفضل، لكن لأن ربنا كريم، ربنا كريم قوي. أيام الحزن دايما أقل من أيام السعادة حتى لو كان إحساسنا بيها أكتر. خالق الداء بيخلق الدواء، ومقدر العسر بيبسط اليسر، وكاتب الألم بيرزق الأمل. كل باب مغلق له 1000 مفتاح، لا تيأس، لا تيأس أبدا في البحث عنهم. وكل حجر عثر في طريقك تفتيته سهل بس بالصبر وبالإرادة، وكل كنز بيبدو العثور عليه مستحيل له رحلة لازم نبدأها، وكل حلم برضو بيبدو مستحيل إننا نحققه له طريق لازم نمشيه. مهما كانت الأزمة لكل بداية نهاية، ولكل كراسة حزن ورقة أخيرة، ونبدأ صفحة جديدة في كراسة جديدة. ومفيش أجمل من أيام رمضان، أيام شهر رمضان الجميلة، أيام شهر رمضان المباركة، إننا نبدأ منها، نبدأ من عندها، نبدأ فيها، نفتكر ونعرف ونفهم ونختار رحلة جديدة، رحلة سعيدة ندور فيها على كنز يسعدنا ويرضينا ويفرحنا. فكر فكر، لأن في البداية دايما كانت الفكرة، وكل شيء بيبدأ بفكرة علشان يتحول لحقيقة، حتى حياتنا الحلوة اللي بندور عليها. وبكرة باب رزق جديد قبل الفطار بشوية.